أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة خاصة لعشاق السمك. أنا اليوم هعمل لكم طبق سمك كتير لذيذ سهل مع صلصة جديدة مختلفة وطعم طيب. خلينا نشوف مع بعض المكونات. 1 كيلو سمك، 2 ملعقة صغيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 2 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كمون صحيح، نصف كوب زيت ذرة، 6 فص ثوم مهروس، 2 ملعقة كبيرة زنجبيل مهروس، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، 4 قرن فلفل أحمر وأخضر، 2 قطع ورق غار، 1 كوب زبادي، ربع كوب كزبرة ناعمة. أعزائي المكونات اللي عندي، هحتاج سمك فيليه أي نوع أنتم بتحبوه، ممكن الفيليه الأبيض، ممكن هامور، ممكن حمراء، أي نوع فيليه أو أي نوع سمك أنتم بتفضلوه. تشكيلة بهارات، عندي البصل، الثوم، الزنجبيل والشطة الحارة، طبعا أساسي عندي، بس لا أنا بمزح، مش أساسي، ممكن تستغنوا عنها. نبتدي نشوف خطوتنا الأولى لتجهيز السمك. هاي الوصفات ما بتاخد منكم وقت، تجهيزها كتير سريع. بهمني إنه ست البيت تكون مرتاحة في المطبخ، بهمني مش بس ست البيت، كل اللي بيحبوا الطبخ يفوتوا المطبخ ويستمتعوا بهيك وصفات. بهمني نحافظ على حركتنا في المطبخ كتير تبقى منظمة. كتير بيتصلوا فيه بيقولوا لي مثلا منال شو الأفكار اللي ممكن تخلي وقوفنا في المطبخ فعلا متعة وسعادة. ترتيب الأغراض قدامك بهذا الشكل قبل ما تبتدي، هذا من أسرار السعادة في المطبخ، إنك أنت ما عم ترهقي، ما عم تتعبي، كل شيء قدامك، بديتي تجهزي، بديتي تشتغلي. المكونات تكون برضك مقطعة مفرومة جاهزة، ما تحسبي الفرم والتقطيع من ضمن شغل أو من ضمن وقت الطبخ. السمك طبعا عندي هون، حبتدي خطوتي الأولى بتجهيز السمك بالشكل اللي أنا حابه. ممكن أخلي فيليه سمك كبير، يمكن أنت عندك عزومة وحابة هيك تعملي بريزنتيشن كتير حلو، زي ما بتحبي. ممكن بدك وقت أسرع، ممكن أقطع السمك إلى قطع صغيرة. الأفكار هذه أعزائي المشاهدين أنتم فيكم تتحكموا فيها، بس أهم شيء نضلنا مبسوطين في المطبخ. التنظيم، التنظيف، الكاونتر اللي أنا بشتغل فيه أحافظ عليه، كتير صار عندنا ملاحظات مهمة على التعامل مع اللحوم والأسماك والدجاج، الأشياء هذه كيف بدي أنا فعلاً أضلني محافظة على سلامة الأطعمة وسلامتنا طبعاً وصحتنا. فحنقول ملاحظات، حنقول ملاحظات على التنظيف وترتيب حركتك في المطبخ. نبتدي أعزائي بتجهيز السمك. قبل ما أحط إيدي في السمك بدي أشوف أنا شو بدي أعمل عشان خطوتي كتير تكون سهلة. هحتاج طحين، عندي أنا هون طحين، الطحين عندي طحين، هذا مش من ضمن المقادير فعشان هيك أنا ما خليته على الكاونتر، هخليه على جنب. وحبتدي أجهز أعزائي تشكيلة بهارات. البهارات اللي بستعملها أنا عندي هون الكركم، وعندي البابريكا، وعندي الملح، وعندي أنا آسف قلت الكركم في الأول، الكمون. خلطة البهارات هذه مع بعض هي اللي حتعطيني الصوص اللي حشوفه في النهاية لهذه الوصفة. هلأ هخليهم على جنب وأبتدي أجهز السمك. الطحين موجود عندي، برضو مش هحط إيدي لسه في السمك، خليني قبل ما أحط إيدي في السمك أسخن شوية زيت. هسخن الزيت وهلأ نشوف خطوتنا الأولى. خطوة الأولى هاخد قطعة السمك هخليها على كاتينج بورد، وأحتاج أقطعها مثلا إلى 3 قطع زي ما قلنا حسب رغبتكم. خليهم على جنب بهالطريقة، ناخذ واحدة كمان. والحلو في الوصفات من هذا النوع كمان أعزائي إنه بتعملوا الكمية اللي أنتم بدكم إياها، ممكن تاخذوا الفكرة وتنفذوها لعشاء خفيف سريع. إحنا كل وجباتنا أو كل وصفاتنا عم بنقدمها لشهر رمضان، ولكن هذه الوصفات كلها بتنفع طوال العام، تقدروا تستفيدوا منها. كمية السمك هلأ هذه عندي معقولة، حبتدي أوزع رشة بسيطة من البهار. هلأ كل قطعة من السمك عم تتغطى بالبهار من القطعة اللي عم بحطها فوقها، طبعاً برضو عم تتغطى من القاع.
بهرنا السمك، خلينا نروح عند البوتاجاز. أعزائي هاخد قطعة من السمك المبهر، أحطها شوي طبقة خفيفة بالطحين وعلى طول على الزيت. طبقة خفيفة من الطحين وفي الزيت. حستنى لثواني بسيطة وأشوف خطوتي التالية. هلأ بهدوء شديد هحتاج أقلب قطعة السمك على الناحية الثانية. بنلاحظ كيف أخذت لون ذهبي خفيف، وهاي الخطوة كتير مهمة إن ما أخلي السمك على النار لفترة طويلة عشان ما ينهار معاي أو ما يتفتت أو يستوي أكثر من اللزوم. حشيله في طبق جانبي. ما تحطوه على ورق، حطوه في طبق لأنه أنا محتاج الزيت اللي أخده السمك. ونكرر أعزائي خطوتنا التالية لغاية ما أقلي كل كمية السمك. قليت أنا هيك كل قطع السمك وأخذوا اللون الجميل، وطبعا حتى ريحة الزيت على فكرة كتير طيبة وشهية. هلأ بنفس الزيت هبتدي أضيف البصل حضيف الثوم المهروس والزنجبيل، وحضيف بذور من الكمون أوراق الغار ورون الفلفل إذا بتحبوا، إذا مالكمش بالشطة ممكن تستغنوا عنها. كل هالمكونات هقلبها سوا. لاحظوا اللون الجميل والريحة رائعة. نكهة البهارات على فكرة كتير لها تأثير طبعا على طعم الطبق. هبتدي أعزائي هلأ خطوة برضو كتير مهمة. خليني أعمل مكان هيك في الوسط. هحط البهارات الناعمة اللي متبقية عندي واستنى لثواني بسيطة هيك، بديها تتحمص، بديها أشم ريحتها هيك عبقت في المطبخ. التحميص هذا هو أساس الطعم للصوص اللي هيبقى عندي مع السمك. شايفين هاي الخطوة؟ أنا عم بحمص البهار مع البصل، ما أستعجل بإضافة أي سوائل، خليه يأخذ وقته. هلأ السوائل اللي حضيفها عصير ليمون، ما شاء الله على الريحة، حضيف زبادي وحضيف شوية مي. هبتدي أقلب لغاية ما يتكون عندي صوص بلون الكركم الجميل والطعم الرائع. لاحظوا اللون الجميل هذا، احنا ابتدى الصوص يغلي عندي، صار عندي طعم وريحة رائعة. هلأ أعزائي برجع السمك اللي أنا قليته شبه قلي. السمك بهالطريقة.
طبعا هلا السمك يتشبع اكثر بطعم المرق او الصوص اللي احنا جهزناه. السمك مستوي حوالي 70%، حيستوي 100% لبضع دقائق على نار متوسطة شوي. هغطي واسيبه، اكون بعد هيك بديت انظف المطبخ ونشوف خطوتنا التالية لتنظيف المطبخ. البورد اللي بستعمله لتقطيع اي لحوم، واتفقنا على هذه الملاحظات، على طول على الحوض لحاله، ما احطه في داخل الحوض عشان يبقى التنظيف كتير سهل، ما يتتلوث بقيه الاواني اللي موجوده عندي في الحوض. هلا بجيب جردل صغير ممكن بهذا الشكل، احط فيه شويه مي، هاخذ منظف رائع جدا صديقي. هذا منظف على فكرة فوائده كتير عديدة، وبيستعمل لعدة استعمالات لكل شيء في المطبخ، للأرضيات للرخام. ممكن أستعمله بطريقتين، اليوم أنا حورجيكم طريقة أني أنا ححله بشوية مي، ريحته كتير رائعة، لافندر، أحلى من اللافندر ما في. باخد فوطة وأبتدي أرطبها أو أبللها بهذا السائل، وابتدي امسح الكاونتر عندي، محل ما انا طبخت، محل ما قطعت السمك، تساقط اي مكونات من الاطعمه اللي موجوده عندي، حمسح الكاونتر بهذه الطريقه. الريحه بتشهي رائعه. ممكن اعزائي بنفس المنظف من مستر ماسلز برضو انظف الكاونتر لو حبيت اني فعلا اخذ كل الاسطح، الستيل، الرخام، كل هذا ممكن انظفه، الحوض ممكن المعه. كثير اشياء بسيطه وسهله وما بتاخذ منكم مجهود في المطبخ. ست البيت بتقول انا بحب اطبخ بس بتتغلب من التنظيف، ولكن مع منتجات زي مستر ماسل فعلا فعلا انت بترتاحي، ودائما مطبخك نظيف وانت كمان سعيده. اعزائي خلصنا تنظيف، نشوف السمك شو اخباره. اعزائي طريقه غرف هذا السمك، طبعا لابد اشيل قطعه قطعه عشان أحافظ عليها. أنا كتير عاجبني لون الصوص هون، اللون الأصفر الذهبي، طبعاً إحنا اللون هذا بسبب استعمال الكركم، وإحنا عارفين قديش الكركم مفيد للصحة. هلأ لو عندكم شوية هيك رز مشهول، رز بالشعرية، رز مفلفل، باستا، مكرونة، اللي بدكم إياه. هاي الأكلات تبقى طيبة مع أي شيء. ممكن على فكرة الشباب اللي بيشيلوا هم الطبخ يتعلموا هيك وصفات كتير بسيطة وسهلة. يا سلام. هنوزع هلأ شوية صوص مع الشطة. أعزائي المشاهدين طبق زي ما شفتوا رائع، ما أخذ مني مجهود في الطبخ، وبنفس الوقت الريحة حكاية. هلأ الإضافة الأخيرة، هرش شوية كزبرة مفرومة بتعطيني طعم كتير طيب. أتمنى إنه هالوصفة تكون عجبتكم وتحبوا تجربوها، هتكون موجودة على موقع منال أونلاين.